الذي ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. أهلا وسهلا بك دكتور محمود. إذن يعني على ما يبدو بأن هناك شيء جديد في شكل وآليات وتكتيكات هذه الحرب، هل ترى بأن كييف لديها تكتيكات عسكرية جديدة أو حتى استراتيجية تحاول أن تتبعها في سياق هذا الصراع مؤخرا؟ أول شيء سأوقاتك سيدتي الكريمة وللأخوة المشاهدين، طبعا هو تكتيك جديد بدأت فيه القوات الأوكرانية منذ حوالي تقريبا أسبوع، تقريبا من 6 أغسطس عندما بدأت بالهجوم على مدينة كورسك. هذا التكتيك الجديد أنا في رأيي هو ليس تكتيك عسكري، هو تكتيك نوعا ما في تقوله إعلامي واقتصادي. يعني الإعلامي هو بأن التراجع الأوكراني في الجبهة الأوكرانية لفت الأنظار لكل وسائل الإعلام، وبدأت تتكلم عن تقهر الجبهة الأوكرانية ووجود جدول زمني لإنهيار الجبهة من طرف أوكرانيا. لذلك لابد من تغيير ولفت النظر إلى جبهة أخرى، لأن ليس هناك أهداف عسكرية في هذه المدن. نتكلم عن بريانسك، عن بيلغراد، عن كورسك، ليس هناك أهداف عسكرية، ولا تستخدم روسيا هذه الأراضي في الامداد العسكري للخطوط في شمال في شرق اوكرانيا. لذلك هذا اول شيء لفت الانظار. ثاني شيء اقتصادي، نعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها يطالبون ب ما يسمى اعاده القوه الهجوميه واعاده استلام زمام الامور من الجيش الروسي. لذلك المطلوب من الجهه الاوكرانيه ان تقدم تقرير ان لا زالت محافظه على القدره الهجوميه لحتى تستمر المساعدات ان كانت الاقتصاديه او العسكريه او الامدادات العسكريه من طرف الغرب. لذلك نرى هذه العمليه، لانه هذه العمليه فعليا اذا نظرنا الواقع يمكن ان تؤدي نوعا ما الى ضرر اقتصادي بالنسبه الى روسيا، ولكن فعليا هي يعني تقدم جيوشها كجيوش انتحارية. هذا أمر مهم جدا. يعني هذه الجيوش عاجلا ما أجل ستخرج من الأراضي وستتكبد خسائر كبيرة، وهذه القوات هي قوات النخبة. فالسبب الأساسي أنا في رأيي هي نوعا ما محاولة تشتيت لفت الأنظار ومحاولة تشتيت القوات الأوكرانية القوات الروسية على الجبهة. ولكن إذا رأينا الآن على الجبهة هناك كل يوم تقدم روسي في الجبهة 2 كيلومتر 1 كيلومتر في عمق الجبهة. نعم. هذا يعني أن التشتيت لم يعطي النتيجة، ولكن نجحت أوكرانيا إعلاميا بلفت النظر إلى هذه الجبهة الجديدة، وأن ما لازالت أوكرانيا لديها قدرة هجومية ويجب المساعدات. لا نعلم جيد أن هناك أصوات في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية اللي لازم نقدم المساعدات وهم يتراجعون الآن. نعم. يقولون لشعوبهم أو للشعوب الغربية نحن نتقدم، لذلك لابد من استمرار مساعدة أوكرانيا. هذا أمر مهم جدا. نعم. يعني نتكلم عن دولة تعتمد بكل امداداتها العسكريه والاقتصاديه على الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها او اتباعها. نعم. لذلك لابد من عمليات هجوميه، وهذا التكتيك الجديد وهي عباره عن بيع للجيش الاوكراني، يعني خسائر كبيره بالجيش الاوكراني، بيع الدماء من اجل النقود وامدادات الاسلحه. هذا التكتيك الجديد يمكن ان نقول ان اوكرانيا نوعا ما اعلاميا اقتصاديا نجحت فيه لفتره مؤقته. نعم. لنرى ماذا سيحصل بعد حوالي اسبوع او اسبوعين عندما يطرد الجيش الاوكراني من الاراضي الروسيه، سنرى ما مدى الخسائر، وهل هي يعني نوعا ما هذه العمليه كانت يعني ادت بنتائجها او لا. نعم، اذا اود ان اشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو الدكتور محمود الافندي الباحث في الشؤون الروسيه.